إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين منها، وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المجاهدة، منزلة المجاهدة، والتي هي الصفة التي إذا التزمها المؤمن كان بها بحول الله عز وجل من المجاهدين أنفسهم في الله، وذلك مقام الصديقين والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو أمر يعتبر من أهم قوارب النجاة، خاصة في زماننا هذا الذي يعج بالفتن ويضج بالضلال. إنما ينجي المؤمن بعد اعتصامه بالله عز وجل أن يأخذ بأسباب النجاة، وعلى رأسها هذه المنزلة العظيمة التي قررها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية الشريفة، منزلة المجاهدة. يقول الله جل جلاله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه العبارة الطريفة العجيبة، جاهدوا فينا، التي وردت على هذه الصيغة على ندرة من هذا السياق وهذا المعنى خاصة، حيث الجهاد أو المجاهدة بالأحرى تعلقت بمدافعة النفس وأشياء أخرى نذكرها بحول الله. جاهد يجاهد في العربية فعل يدل على الاشتراك، لأن فيه ألف المشاركة، فاعل، فهو يقع بين اثنين فأكثر، لأنك حينما تقول مجاهدة فهو مصدر يدل على وجود فاعلين بالمعنى، مجاهد ومجاهد، مجاهد ومجاهد. والمجاهد هو أيضا يجاهد ذلك الفاعل، فهما فاعلان في الحقيقة يتدافعان. ولا يمكن للمسلم في مثل هذا الزمان أن يثبت على الحق وعلى التوبة النصوح كلما تاب إلا إذا كان قد حقق هذه المنزلة في نفسه، المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنت تبحث عن الهداية، تبحث عن السبيل الموصلة إلى الله عز وجل. لنهدينهم سبلنا، سبل السلام. والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، وصفة من صفات الجنة، فهي دار السلام. فلكي تصل إلى هذا المبتغى العظيم، لنهدينهم سبلنا، عليك أن تحقق الشرط أولا، أن تجاهد نفسك في الله. المجاهدة منزلة تتعلق بأصناف ثلاثة يجب أن نذكرها وأن نعرفها، أولئك الأعداء. ولذلك نقول: اعرف عدوك تنتصر عليه، اعرف عدوك تنتصر عليه. فمن أسباب الهزائم جهل طبيعة العدو وما عنده من عدة وعتاد وقوة واستعداد، وجهل ما لديه من حيل ومن خدع، فتحصل المباغتة من العدو يبغتك ويبهتك، وتقع الهزيمة لا قدر الله، هزيمة الإيمان الحاضر بقلبك. إذن مصيرك آنئذ إلى الزيغ مرة أخرى، وإلى الفتنة مرة أخرى، وإلى الضلال مرة أخرى، من بعد ما حاولت أن تخرج منه وتتوب إلى مولاك الذي خلقك. لابد إذن من معرفة هذه الأصناف الثلاثة أو الأعداء الثلاثة. تكلم العلماء منذ القديم عن ذلك في مصنفاتهم نثرا، وفي قصائدهم شعرا، وفي غير ذلك من المواطن، وكله مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم بحول الله لن نتحدث عن العدو من حيث هو عدو، فهو معلوم لديكم جميعا، ولكننا نتحدث عن طبيعته لتعرف كيف يجب أن تحاربه.
وما الثغرات؟ أين هي الثغرات التي تقع بسلاحك أنت فيدخلك العدو بخدعه ويهزمك؟ فأما العدو الأول فقد نص عليه القرآن الكريم في هذا الترتيب، وهو إبليس اللعين، الشيطان الرجيم. والعدو الثاني النفس، وتعلمون أن البصيري رحمه الله قد نظم ذلك في بيته التربوي المشهور: وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، إلى آخر ما قال: ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم. ما جاء بشيء جديد، وإنما نظم، وهو نظم جيد بغض النظر عما وقع في البردة مما هو معلوم، هذا الكل يعلمه، لكن فيها حكم رفيعة عالية. والناس مع الأسف حينما يتناول التراث بين إفراط وتفريط، إما واحد يأخذ البردة يقول لك فيها الشرك صافي باطلة من ألفها إلى يائها، أو واحد يقول لك يحقون كلها لأنها أمليت من رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه بالمنام، وهذه خرافة لا يقبلها إيمان ولا عقل، وإنما الحق وسط ما وجدناه في كلامهم، أي كلام العلماء السلف، من الحق قلنا حق، وما فيه من الباطل قلنا باطل. فهذان بيتان من الحكمة التي تشد إليها الرحال، هذه حكمة تشد إليها الرحال، يصافر الإنسان باش يجيبها، وهي إنما مأخوذة من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغلو، الغلو ذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاة والسلام، الغلو بجميع المعاني سلبا وإيجابا، أي أخذا وتركا. فإذن الشيطان والنفس، ثم عدو آخر فتن، الفتن التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سماه العلماء بعد بأحاديث الفتن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن، يقول لنا ردوا البال من الفتن، وأكثر من ذلك، كثر من دكشي ديال التحذير والإنذار والنظارة من الفتن، حتى إنه صنف العلماء كتبا في تصانيف الحديث سموها بكتب الفتن وأحاديث الفتن، تجدها في البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومساند إلى آخره، كتاب الفتن أو أحاديث الفتن أو أبواب الفتن. هذه الفتن ينتجها الطاغوت في كل زمان، ينتجها الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، سواء كان صنما أو بشرا أو فكرا أو هوى، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فتلك الظلمات هي الفتن. من ينتجها؟ الطاغوت. وسنأتي على ذكر هذا بحول الله عند وقته. أول الأعداء الذي وجب أن تجاهده إبليس لعنه الله وأخزاه، وإنما مجاهدة إبليس بالاعتصام بحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن الكريم، هو السيف البتار القاطع الذي به تقسم الباطل وتنتصر عليه، بشرط أن لا يكون في قبضتك سلم ولا ضعف. يعني الشدة بالشد، سيف سيف صحيح، سيف صحيح، ولكن عندها تكون الشدة ديالك ضعيفة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الشدة تكون قوية. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وأول شيء تجاهد به إبليس أن تعتقد أنه عدو، وأن تشعر بذلك وتحسه، وهذا معنى غيب عند الناس. من أكثر ما يدخل إبليس على الناس أنه ينسيهم ويلهيهم هذه الحقيقة أنه عدو. الإنسان المسلم في غمرة الغفلة، في الغفلة دياله كينسى بأن عنده عدو هو إبليس، ينسى ذلك، وننساه، ننساه جميعا، ماشي كننسوا إبليس، كننسوا العداوة ديال إبليس. كيف ذلك؟ نعطيكم واحد المثال. لما كتكون ما عندك حتى عدو من الناس، من البشر، حما ديالك مسالمة لك، انت مع الناس مزيان، ما مدبز مع حد، كتخرج من الدار مطمئن وتدخل مطمئن، ما عندكش خوف أنه شي واحد يجي يضربك من اللور، ما عندكش هذا الإحساس، لأن ما عندك أعداء، ليس لك أعداء، غادي مهني مطمئن. ولكن حينما تشعر أن بينك وبين جارك أو قريب منك عداوة وثأر، كتقول فلان غادي ينتقم مني،
كتبقى غادي غير الحركة اللي تحركت كتقفز بلاصتك تظن أنه قد جاء لينتقم منك. ماذا يصيبك؟ يصيبك عدم الأمن، تبقى رد البال فتأخذ حذرك لأنه عارف عندك العدو، مش ما عارفش، عارف عندك العدو. هذا الإحساس هو الذي أمرنا الله عز وجل أن نتخذه إزاء إبليس، وكننسوه وما عندناش إلا قليلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، والأمر للوجوب، فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. نحن لا نتخذه عدوا، لا نتخذه عدوا إلا قليلا. وهذا سلمون، هذه ثغرة تقبى منين كيدوز هو عود. فإذا زعمنا أننا نأخذ بكتاب الله، نقول أودي إحنا شادين في الله عز وجل، شادين في القرآن، شادين في السنة، ولذلك كنعتبر إبليس عدو بالكلام. يعني الشدة ديالنا كتكون ضعيفة، ليس عندنا أخذ الكتاب بقوة، نظرا لأن إحساسنا بعداوة إبليس إحساس ميت. ولذلك حتى الأخذ بالكتاب وللكتاب فهو أخذ ضعيف هالك لين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان ماشي خرافة، ماشي خرافة، خلق من خلق الله، بل هو شر خلق الله. خلقه الله لحكمة الابتلاء، ليبتلي الناس ويختبرهم. من يعتصم بالله حقا، من أخذ بكتابه بقوة ومن لا، فإنما يتبين ذلك للناس بوجود إبليس، فوجوده حكمة بالغة، وخلق الله إياه من أعظم مقاصد الابتلاء واستحقاق النجاة والنعيم لمن انتصر عليه بإذن الله. فإذا اعتبرت ذلك وشعرت بأن إبليس عدو لك فعلا، لا تخرج من بيتك إلا وأنت حذر. خذوا حذركم، حذر، إلا وأنت حذر من أن يتلبس بك أو أن يزيغ بك أو أن يزل لك. وكان سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يخرج من بيته إلا بذكر لله واستعاذة به سبحانه وتعالى من إبليس، فيكون محميا محفوظا، وسن لنا ذلك سنة إلى يوم القيامة. توحد ما يقول إبليس أنا صافي ما غاديش يقرب لي، يجب أن تدرك أنه خلق حي يتحرك ويشتغل في التضليل والإضلال، هكذا أخبرنا رب العزة في غير ما آية من كتاب الله. يعني التواتر الآيات من حيث مواقعها الاستقرائية في القرآن كثير. إبليس اللعين خصك ترد البال أنه مشتغل بك، هو لعنه الله مشتغل بي وبك وبكل الناس، بنفسه وبوكلائه من شياطين الجن والإنس. هذا حزب إبليس، حزب، حزب الشيطان، حزب له أتباع وله جنود وله مردة، ووظيفته تضليل وإخراج الناس من النور إلى الظلمات. وجب أن تتخذه عدوا، إذن أنت خصك دير عدو. معنى ذلك هو راه ليك عدو، هو راه ليك عدو. ما معنى هو راه ليك عدو؟ إن الشيطان لكم عدو. إذا كان هو عدو لك فمعناه أنه لا يفتأ يحاربك، راه خدام كيدير الخطط بالليل وبالنهار، كيوجد لك فين يلوحك وفين يرميك، خدام ما قالش ومناش. فإذا وجب أن تعد له أنت أيضا، فاتخذوه عدوا، أنت أيضا وجب أن تفكر فيه، كيف تقاتله، كيف تحاربه، كيف تهزمه، إن قال لك كيف تقول له، وإن فعل بك كيف تفعل به، وهكذا وحدة بوحدة. فتفكر إذن للمزالق قبل أن تقع، يتفكر الألعاب الشيطان كيف تقع في الناس، وقد أنبأنا القرآن بكثير منها، وفصلت السنة صورا منها، تدرك ذلك ولك تجربتك الشخصية. كل واحد راه عنده تجربته هو مع الشيطان كيف يوقع به، وما هي الثغرات التي عنده يدخل ويتسربه عبرها وخلالها إليه، وكتكون عندك خبرة في محاربة إبليس. ولذلك كانت التربية منذ القديم في تاريخ الإسلام يشرف فيها على المربين مربون. لما كان المربي؟ كان المربي لأنه تكون له خبرة سابقة بألاعيب إبليس وخدعه وأباطيله، فيفيدك نصحه وتوجيهه وإرشاده لتسلك سبيل ربك ذللا مطمئنا،
لأنه مليك تكون مسلح وخا عندك العدو تكون مسلح متن بالأسلحة يشعرك السلاح بالإطمئنان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء سلاح المؤمن. هذا واحد من الأسلحة، ماشي كل شيء الأسلحة، واحد حينما تخرج متوضئا واحد العدد كبير من المشاكل حيتعليك من أن يتلبسك إبليس ويزيغ بك ما دمت متوضئا حتى تنقضه وتكسيره. الوضوء سلاح المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عبر بهذا التعبير العسكري سلاح. يعلم عليه الصلاة والسلام أن وجود الإنسان في الأرض هو وجود تدافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تدافع يعني مجاهدة، فمن أدرك ذلك فقد أدركه، ومن لم يدركه فقد هلك. يعني اللي ساق الخبر المجاهدة فاشتغل بها فهو يتحصن، يتحصن ويكتسب خبرة ومعرفة بالعدو إبليس. ومن لم يدركه ما ساقش الخبر باللي راه خصو تكون عنده مجاهدة، ما ساقش الخبر لطبيعة إبليس، فذلك معرض أكثر من غيره لمهالك إبليس اللعين. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة مديح شخص بين يديه، بعض الصحابة مدحوا له واحد الإنسان، فكان من مدحهم قولهم إنه لا يعرف الشر. قال لهم ذلك أحرى أن يقع فيه، هذاك هو الأول غادي يطيح فيه. قالوا ليه فلان ودي هذاك راه ما كيعرفش أي الشر، الله يعمر راسه ما كيعرفش أي الشر. قالوا ما هذاك هو الأول يطيح فيه، خصو يعرفه باش ما يطيحش فيه. كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يلحقني، في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه. وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يلحقني، أي كان يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حدثه وحدث غيره عليه الصلاة والسلام بكثير من أحاديث الفتن وألاعيب الشيطان ومهالك الإنسان وطبائعها ومواقعها. هذا العدو الأول الذي وجب أن تجاهده وتعد نفسك إعدادا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قيلت في محاربة الناس من الكفار، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن مشمولات هذا العموم أن تعد نفسك وتعد قوتك وسلاحك لمحاربة كل عدو لله ولرسوله وللمسلمين وعلى رأسهم إبليس. فوجب أن تطبق عليه هذه الآية كما يطبقها المسلم المجاهد على الكفار المحاربين، وجب أن تطبق هذه الآية أيضا على إبليس وعلى حربك مع إبليس، أن تعد توجد. ولكن إحنا رحنا ما كان وجد، نخرج غافلين وندخل غافلين، ننام غافلين ونستيقظ غافلين، ما سيقين خبر وإبليس يحضر خططه ويغير بجنوده وبجيوشه عليك وأنت لاهن تتهالك بين يديه ولا تشعر أنك في الهلاك فعلا. من هنا إذن وجب أن ننتبه إلى هذا، هذا معنى دقيق ولطيف في القرآن الكريم. فاتخذوه عدوا، راه الله سبحانه وتعالى وقد علم طبيعة الإنسان وهو خالق الإنسان بأنه يغفل عن عدوه الأصلي الأول، فانبهك المولى عز وجل إلى أن تنتبه وإلى أن تستيقظ وتدرك هذا العدو. وخا أنت ما كتشوفوش، خصك تكون تشوفه طبعا ليس ببصرك ولكن ببصيرتك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن حينما تعد له وتستيقظ له فكأنك تراه، تقدر تحدد الموقع دياله ماشي المكاني ولكن النفساني، وتقول هنا هو وقف وتضرب، أين هنا بغى يدخل ليا من هذا الوسواس، من هذا الغلطة، من هذا المحرم، كتعرفوا بها هو تما، كأنك تراه فتضرب فيخنس بإذن الله. إذا غفل وسواس وإذا ذكر الله خنس، يعني المؤمن إذا غفل وسواس الشيطان وإذا ذكرت الله خنس الشيطان، خنوس الشيطان. وذلك الوسواس الخناس، كثير الخنس يعني يتضاءل كيصغر كيصغر حتى كيغبر في خطرة ما يبقاش يبان، يخنس في الأرض أو في التراب أو في جدار أو في أي مكان، كيغيب ويمشي ويهرب كما يهرب ويفر من التأذين إذا سمعه. يعني ما سمع الشيطان الأذان يفر حتى لا يبقى له أثر، حتى ما يبقى شيء يعني يتشاف، هو ما كيتشاف ولكن يعني في التمثيل حتى ما يبقاش يتشاف الأثر دياله، يفر وله ضراط، هل الحيوان الفزع حينما يفر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام العدو الثاني نفسك التي بين جلبيك. الله عز وجل علمنا في القرآن الكريم
أن هذه النفس قد فطرت على الخير وفطرت على الشر أيضا إلهاما، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، أي كما أنه عز وجل جعل لك قابلية الصلاح، عندك القابلية للصلاح، فقد جعل لك أيضا سبحانه وتعالى قابلية الفساد. فالإنسان كما هو ملهم هذا ملهم ذاك، فوجب أن تحاصر هذه الرغبة الطينية في نفسك، رغبة طينية بهمية، بهمية نسبة إلى البهيمة، وجب أن تحاصرها في نفسك وأن تحاربها من نفسك. النفس تزين لها الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا التزيين في هذه الآية هو تزيين فطري، المزين فيه ليس هو إبليس إنما هو الله عز وجل، ولكن ماذا يقع؟ إبليس يستغل ذلك التزيين فينحرف بك عنه. الله عز وجل جعل فطرة في الإنسان أن يحب هذه الأشياء، وقد أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالعدل، فكان يحب النساء وكان يحب لحم الكتف، فالنعم التي أنعم الله بها عليه أحبه وما كرهها، وأنكر على من زعم بالباطل الزهد فيها. أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما أخبروا كأنهم تقالوها، تقال الشيء تصوروا قليل، استهشوا وقال هذا الشيء قليل، تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب من ذلك وقال هذه المقالة المشهورة: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما الزهد يقع فيما سماه العلماء بالمباح الذي لا حرج فيه. هذا استطراد، أنا نفتح قوسين مادام أن جبت الموضوع باش ما يمشي حتى واحد غلط فيه بإذن الله، ثم أعود إلى ما أنا فيه. الزهد شيء جيد، والورع مقصود بنص الحديث الصحيح، هذا الطرف الأخر ديال الحديث طويل، وخير دينكم الورع، والورع كما بيناه قبل درجة أعلى من التقوى. فهذا الورع يحصل مما ليس من المباحات بإطلاق، ماشي أي مباح تقولوا الدين زهد فيه ونخليه، لا، بعض المباحات مطلوب أن تأخذ منها وأن تتناولها، فإن أبيت فستكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرفوا القرآن الكريم حينما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع له بين أزواجه في قضية العسل، فنظر عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل عسلا بعده، ونزل قوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فيه نوعون من اللوم، فيه نوعون من اللوم والعتاب كما في عبس وتولى. لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما؟ إنكار، سؤال إنكاري. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال العلماء إن جرم إباحة المحرم، يعني الذنب ديال القول بأن هذا المحرم مباح، شي واحد يجي يقول لنا الخمر حلال ولا الربا حلال، جريمة كبرى في هذه الفتوى. جرم هذا كجرم تحريم المباح، شي حاجة حلال تقول حرام، وهذا قد يخطئ فيه بعض الناس، كتجيه سهلة يقول الحاجة حرام وهو ما محقق منها، ولكن في السوق جيه صعيبة شي حاجة حرام ويقول حلال، راه غلط بحال. كما تخاف أن تحل ما حرم الله وجب أن تخاف وأن لا تتجرأ من تحريم ما أحل الله. فإذن ليس كل مباح يطلب الزهد فيه، بل بعض المباحات الزهد فيها مذموم، وإنما المباح الذي يزهد فيه وقد زهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة، هذا الذي يسميه العلماء بالمسكوت عنه. المباح فيه واحد النوع صرح به: كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم، تناكحوا تناسلوا، هذه أوامر، لكنها أوامر لا تفيد وجوبا ولا ندبا، تفيد الإباحة بقواعد العلم إباحة، ولكن لا يجوز الزهد فيها لمن تيسرت له، ماشي ما عندك شو تمشي تمحن تقلب عليها، لا، ولكن جات بين يديك عليك أن تأخذ منها حتى تظهر نعمة الله عليك وتشكره على آلائه ونعمه.
كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما لقاش لا تشتعل النار في بيته الشهر والشهرين ويعيشون، أي آل بيت رسول الله على أسودين، الماء والدقل، الماء والتمر الخلط أو أقل من ذلك، دقل، دقل التمر رديء. ولكن إذا وجد أكل الثريدة وأكل لحم الكتف، وهذا مشهور أكله عليه الصلاة والسلام، لحم الكتف كان يحبه ويستعذب له الماء إلى غير ذلك. أما المسكوت عنه كما في الحديث وما سكت عنه فهو عفون، عفو، هذه العبارة عفون بما يسمى في علم أصول الفقه بمقتضى المخالفة أو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عفون. لا يقع العفو في منطق اللغة وفي منطق الشرع أيضا قبل ذلك إلا على الخطأ والإثم، إلا شي واحد ظلمك أو دار فيك شي حاجة ماشي هي هذيك وبغيت تسمح له تقول له عفوت عنك، أما هو دار فيك الخير وتقول له عفوت عنك غير معقول. فإذا قوله فهو عفون معناه أنك أخطأت فعفى عنك، وما سكت عنه فهو عفون. فسكوت الشارع اللي هو الله عز وجل شرع لكم من الدين، اسم فاعل، يعني هذا اصطلاح فقهي، سكوت الشارع عن بعض الأفعال على سبيل العفو يعني أن الأصل فيها أن تكون محرمة، هذا الأصل، ولكن سكت عنها ولم يحرمها لما رفعا للحرج بزاف على الناس، يعني لا يستطيعون أن يستجيبوا لذلك النهي أو لذلك التحريم أو على الأقل لتلك الكراهة، فعفى عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. كما أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن قليل الدم في الثوب، معروف بأن الدم نجس وكثيره يبطل الصلاة، ولكن نقطة الله يسامح، لما؟ لأنه فيه حرج، إلا مشيتي تبعت النقطة راك عمرك ما تصلي، يمكن تكون لسان فيه واحد الحبة في ظهره يحكها وتطليل الدم في حويجه، والنجاسات التي في الطرق دوز واحد السيارة وتزطم على الماء وتطير عليك وقد يكون نجسا، أمرت بعدم التحقق، ما تجيش تقلب عليه انت واش فيه النجاسة ولا ما فيه شيء النجاسة. وهذا كثير كيسميه العلماء في الفقه عموم البلوى، أي ما يصعب التحرز منه، هل اشتكى الطيح تعيا ما تضرك دير المضل إلا ما جاتك من الفوق تجيك من تحت. فهذه الأشياء في الشريعة سمها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، الله يسامح، هذا يحسن الزهد فيه، شي حاجة اللي هي من العفو مما سكت عنه عفوا يزهد فيه. وهذا فعلا يدخله كثير من الأمور المتعلقة بأنواع المتشهيات، يعني كثير الإنسان يتشهى كلما اشتهيتم اشتريتم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك النوع من الإنغماس في الحياة إلى درجة الإسراف أو ما يقارب من الإسراف، لأن لو دخلت في الإسراف راك دخلت في الكراهة. أما أصل الطيبات فيجب أن لا تزهد فيه، وإنما يزهد فيما يحسب أنه نوع من الإكثار لا أقل ولا أكثر. والمشتبهات أيضا هذا مما يحسن الزهد فيه، أما المحرم فهذا يعني ماشي بخاطرك، هذه مسألة تتعلق بمدى تقواك وليس فقط ورعك، لأن يعني التقوى اجتناب المحرمات والورع اجتناب المتشابهات والمشتبهات، والزهد فيما هو زائد عن الحاجة، هذا الزهد في حاجة زايدة عن الحاجة تزهد فيها، من النعم زايدة عن الحاجة. هذه النفس التي تفتن الإنسان وجب أن تعلم طبيعتها الكلية والجزئية. طبيعة الكلية هي التي جعلها الله في كل نفس، ما كاينش اللي ما عندوش، مما حدث عنه الله عز وجل وأخبر به في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، النفس المخلوقة الطبيعة ديالها كما في قوله عز وجل ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وكما في هذا الزين الذي ذكر زين للناس حب الشهوات، هذا النفس الكلية. أما الجزئية فهي نفسك أنت، كيمكن تكون عندك مواطن ضعف مختلفة على مواطن ضعف اللي عند واحد آخر، وهذا أمر مشاهد وتجري به عادة الله في الخلق، يعني العادة التي جعلها الله في الخلق تجري به. فمثلا كيمكن تلقى واحد قوته تدينية، صفات ديال الخير مفرقة في الأمة، واحد عنده قوة تدينية، قوة ديال الخير في الكرم، كريم، يجاهد بماله وينفق في سبيل الله، يعني سريع المبادرة في الجانب المالي، ولكنه ضعيف في عبادة أخرى، وتوجد العكس تماما عند آخر يبادر إلى الصيام وإلى القيام لكنه أقرب إلى البخل بماله،
كل واحد نقطة الضعف ديالو منين جات. فهذه هي النفس الجزئية. انت خصك تعرف المشكلة ديالك فين كاينة، وما كاينش اللي ما عندوش مشكلة. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وهذا أمر مهم جدا لتعرف كيف تعالج وكيف تجاهد نفسك. ما يمكنش تقوم بمجاهدة النفس وأنت لا تعلم طبيعتها الكلية وطبيعتها الجزئية، أي ما فيك من خصال الضعف في نفسك أنت. واجب أن تقوم بتشريح نفسك وبمحاسبة نفسك وبالنظر في نفسك. أنت تأمل نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صحيح الآية وردت في سياق التدبر العام، تدبر الخلقة، ولكن نحن غالبا أو على الأقل يعني في هذه الأزمنة المتأخرة هذه الآية كثروا تفسير ديالها في الاتجاه الفيزيائي. بزاف ديال العلماء اليوم كيقولوا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني يصرف لك البال ديالك يقول لك أودي راه يعني البدن مخلوق كذا والدم والكويرات الدموية، يجيب لك الجانب الفيزيائي من البدن. ليس هذا فقط، بل أعماق منه. الآية شاملة، بل هي تتحدث عن النفس التي هي بذرة الخلقة، الزريعة ديال الخليقة ديال بلاد. من هي النفس؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء. هاد النفس هي اللي خصك تنظر فيها وتدبرها وتفكر، وخاصة ديالك انت. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا التفكر الفردي مثنى وفرادى، إما تكون مع راسك ولا مع شي مؤمن يعاونك، يعاونك على نفسك حتى تعرف ثغراتها وينصحك في كيفية علاجها إن كان من أهل العلم بهذا الشأن. فواجب إذن أن تنتبه إلى هذا، كما أنه خصنا ننتبه لإبليس اتخذه عدوا، كذلك وجب أن ننتبه إلى النفس فنحارب جانبها الأمار بالسوء، ونغلب عليه على هذا الجانب الجانب الآخر اللوام والذي ينبهك إلى الخيرات والصالحات. العدو الثالث هذه الفتن التي خرجها العلماء في أحاديث الفتن، والتي نزل منها في هذا الزمان ما لم ينزل قط في تاريخ المسلمين. فتن كقطع الليل المظلم، التعبير النبوي عجيب، تدع الحليم منكم حيران. سبحان الله العظيم، تدع الحليم منكم حيران. الحليم هو الإنسان العاقل المتزن من الحلم، والحلم العقل المستوي المعتدل، هذا حلم. كيس فطن، كياسة وفطنة وأناه، وكل ذلك حلم، يعني بنادم العاقل الرزين الهادئ الفاهم، كل ذلك حليم وحلم. هذا نموذج الناس في الخير وفي الصلاح، هو كيحير. تدعوا الحليم منكم حيران، فإذا احتار الحلماء فما بالك بالسفهاء، اش بقي يديروا الاخرين؟ وما حيرة الحليم؟ ماشي الحليم يعني راه يتلف، وإنما المقصود هو من كثرة الباطل. وهذا كيجي إحساس الإنسان، طرقة من طرقات إبليس، كيدق عليك الباب إبليس مرة مرة، يقول الإنسان في باله مازال ننسى النيت ديال المغرب شي وقت يتغطاو شي خطرة، يقول لك إبليس محال، قاعد العراو هذه المصيبة في وسطنا باقي عادي، عاود يرجعوا اللباس ديال الشرع، باقي يعني يجي شي وقت الخمر تولي عند الناس حرام، يرى عند الله حرام محال، تجارة الخمر تفيض بها الشوارع الأزقة والمقاهي والفنادق، باقي الربا النيتي واللي فعلا عند الناس حرام، والأبناك تولي وتبدل وتولي مسلمة، يقول لك إبليس محال هكذا. ولكن طبعا الحليم يعود إلى حلمه، ولكن تشتد وطأة الفساد على قلبه حزنا وأسفا. وهذا وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يتأسف على الكفار من اللي ما كيبغيش يسمعوا، فلعلك باخع نفسك، باخع نفسك يعني تلومها وتمحنها انهم هما ما امنوش وما صدقوكش. هذا يحدث للانسان من حيث هو انسان. فمما يجب على المؤمن في هذا ازاء الفتن ان يثبت على مبدا الحق، وخطط للدنيا بالعرى من الراس حتى للرجلين، واجب ان تعتبر في نفسك ان ذلك باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وأنما الحق ما في كتاب الله عز وجل منطوقا في هذه المسألة وفي غيرها، يعني مسألة اللباس مدام ضربنا بها مثال، وأنما الحق أن الخمر محرمة كلها قليلها وكثيرها،
بائعها ومشتريها مما هو معلوم من اللعني في أقسامها العشرة، حتى الذي يزرع الزرع لها. واحد الحديث صيغة أخرى وقف عليه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه فنين الأوتار، شرحه شرح عجيب، وهو كذلك فعلا واحد العبارة من العبارات العشرة، إنه ورد برواية مختلفة منها صيغة صحيحة، قال والمشترى لها شي حاجة كتشرى باش تعاون في الخمر، وخا ستيلو ياك ستيلو محرم، إذا اشتري لصناعة الخمر وعد حسابها وباعه البائع وهو يعلم لمن باعه ولما، فهذا عقد باطل لعطى الله هذا. والمشترى لها فتن الدنيا ما تقلب ليش مخي، كتر البلا ما عندي ما ندير له، غادي نجاهده مجاهدته بكتاب الله وسنة رسول الله. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ذلك كلامنا عن المجاهدة، مجاهدة الشيطان والنفس التي هي الهوى والفتن. إذا أمنت من هذه الثلاثة واستعددت لها وأعددت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نصرك الله وحماك من كل مكروه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وتكون في مأمن من ربك، ومن كان في مأمن من الله كان آمنا حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في دنيانا وآخرتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عاقبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.